ثلاثة بيت تختارون اليومية مباشرة على الهواء، منشوفهم سوا. أول طابة بتحمل رقم واحد، من بعدها تسعة، والطابة الثالثة كمان تسعة، واحد تسعة تسعة. إذا كنتم تاكسين هول الأرقام بالدور، القيمية اللي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة، وإذا كنتم تاكسينهم حيا للقيمية اللي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة لتعرفوا قد إيه بتربحوا. هلا بننتقل أنا وياكم لسحب جديد لشبكة اليومية أربعة. هالمرة أربع طابات بتختارون المكنة، وطبعا الجوائز بتتضاعف أكيد حسب أنتوا قد إيه بتكونوا دافعين. أول طابة رقم سبعة، من بعد التسعة، كمان تسعة، إيه كرمالك بول هيدي التسعة. سبعة تسعة تسعة، هيدا اليوم نهار العالمي للتسعة. إذا كنتم تاكسين هول الأرقام بالدور، القيمية اللي دفعتوها بتضربوها ب 4000 مرة، وإذا كنتم تاكسينهم حيلا القيمية اللي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة. هلا بنوصل لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية خمسة. أول طابة لا تسعة. طابة الثانية واحد، ارتاحت شوي تسعة، بعد الأربعة خمسة، والطابة الأخيرة رقمها اثنين. إذا السري 9 1 4 5 2، إذا حدا متكس هيدا السري أكيد بيكون ربحان. ليعرف قد إيه ربحان، إذا كان طالب أرقامه تكون بالدور، القيمة اللي دفعها بيضربها ب 40,000 مرة، وإذا طالب أرقامه تكون حيلا بيربح، إنما القيمة بتقل لأنه المبلغ يلي دفعه بيضربه ب 350 مرة، وأكيد بيعرف قد إيه بيربح معنا. خلصوا صحبتنا لليلة، ألف مبروك لكل الأشخاص يلي ربحوا معنا. هلا ضروري نتأكد من أرقام الطابات مع مدام سلم عن جديد، تفضلي. صاحب يومية رقم 471 تاريخ 23/11/2017. الأرقام الرابحة يومية 3 1 9 9، يومية 4 7 9 9 9، ويومية 5 9 1 4 5 2. شكرا لك مدام سلمى، يعطيك الف عافيه. الف مبروك عن جد لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا لليله. انا بشوفكم على راد بكره باليوميه، باي باي. Presents Elton John and his band at Forum de Beirut on Sunday, December 10th. لو شو ما صار بقيين هون، ما في شي بوقفنا مثل امبارح واليوم مثل بكره، باقي لبنان دايما.